يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة والآراء المختلفة اللي هنتكلم فيها على مدار الحلقة، وبالتحديد كل ما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي. سؤال حلقتنا النهاردة وفي انتظار تفاعل حضراتكم معنا، هيكون إيه توقعاتكم لتشكيل الأهلي في مستهل مشواره في بطولة الدوري ومشوار اللقب رقم 43 بإذن الله للدوري العام في تاريخ النادي الأهلي؟ توقعاتكم من تشكيل بكرة إيه في ماتش المقصة وأول مباراة للنادي؟ وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة النهاردة كما هو المعتاد، لكن البداية دايما بتكون بأهم العناوين نشوفها في ترند الأهلي. الفريق الأول يختتم تدريباته استعدادا للمقصة. كمان في ترند الأهلي، الأهلي يتجه إلى النيجر السبت المقبل. أما في الترند العالمي، غياب تريزيجيه 3 أسابيع عن أستون فيلا بسبب الإصابة. طيب بشكل سريع خليني أتكلم مع حضراتكم عن أهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات حول العالم، وبالتحديد كمان الدوري المصري اللي بيشهد فعاليات الجولة الأولى منه وبعض المباريات الهامة. خلينا نبتدي بالدوري المصري. النهاردة مباراة البنك الأهلي وادي دجلة، مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في أول مباراة وأول هدف في تاريخ النادي البنك الأهلي، وكانت مباراة قوية جدا. المباراة الثانية بتتلعب أو ابتدت في هذه اللحظات، وهي مباراة غاية في القوة أيضا ما بين بيراميدز والاتحاد السكندري، وفي مباراة أخرى مهمة جدا جدا في تمام الساعة 7:30 مساء ما بين المقاولين العرب والزمالك، هتكون مباراة أيضا قوية لأن فرقتين كبار جدا. خلينا نروح للدوري الإنجليزي وبعض المباريات أيضا. ويلفرهامبتون خسر في مباراة دراماتيكية أمام فريق أستون فيلا بنتيجة 1-0 ضربة جزاء أحرزها أنور الغازي في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضايع. نيوكاسل وويست بروميتش ألبيون، مباراة ابتدت في هذه اللحظات. مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي، قمة هذه الجولة في تمام الساعة 7:30 مساء. وأيضا مباراة السهرة النهاردة في الدوري الإنجليزي هتكون ما بين إيفرتون وتشيلسي، أيضا مباراة قوية جدا. خلينا نروح للدوري الأسباني، اتلعبت مباراة حتى الآن وانتهت ما بين فالنسيا وأتلتيك بلباو، التعادل الإيجابي 2-2. الساعة 5:15 بالضبط هتكون مباراة ختافي مع إشبيلية، الساعة 7:30 هويسكا مع ديبورتيفو ألافيز، والساعة 10 بالليل قمة الجولة في الدوري الأسباني وديربي مدريد ما بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، مباراة قوية جدا. مباراة الدوري الإيطالي، كروتوني تعادل، وهي مباراة شغالة في هذه اللحظات، متعادل إيجابي مع سبيزيا بنتيجة 1-1. تورينو الساعة 7 مع أدونيزي، مباراة أيضا مهمة، ولاتسيو مع هيلاس فيرونا الساعة 10:45. دي أهم المباريات في مختلف الدوريات النهاردة يوم السبت وبداية هذا الأسبوع اللي هيكون مليء بالمباريات المهمة في مختلف أنحاء العالم. هروح لفصل سريع، بعد الفصل عندنا كلام مهم جدا هنتكلم فيه مع بعض، استنونا.